خلاصة معضلة الإنسان كلنا أنه عندنا أشياء بنسويها غلط، إحنا عارفين أنها غلط وما إحنا قادرين نبطل. اختصار شديد. وهذا الشيء الغلط أي شيء، ممكن يكون تدخين، ممكن يكون شراب، ممكن يكون حشيش، ممكن يكون تسوق بزيادة، يعني مو شرط يكون مصايب كبرى، ممكن يكون نوم زيادة، يعني كل واحد عنده حاجة حاسس كده أنها غلط وأبغى أبطلها وما هو عارف كيف. ففي نظريات مرة كثير في علاج هذه المشكلة. كم واحد يبغى يبطل سجائر وصار له مثلا 10 سنين ما هو قادر يبطل، هو مقتنع أنه غلط. أنا عندي عادات سيئة كثير من أيام العشرينات وأيام المراهقة، بعضها أقلعت عنها وبعضها إلى اليوم ترى ماني قادر أقلع عنها بالمناسبة، يعني معنى أني وصلت إلى مرحلة أنا ماني قورو بالتفهيم. ففي عادات إلى الآن ماني عارف فلخصت تجربتي في كيفية الإقلاع عن العادات السيئة للواحد عنده، وكيف تكتسب عادات حسنة أنت تبغى تكتسبها من قراءاتي مع تجاربي.